تركيا الأولى في ضحايا زلزال 2020. تصدرت تركيا قائمة الدول الأكثر في عدد الوفيات جراء الزلازل في عام 2020، حيث وصل عدد خسائر الأرواح في زلزال إزمير الأخير إلى 114 شخصاً. وأوضحت الإحصاءات الخاصة بالزلازل التي وقعت في عام 2020 أن زلزال تركيا الذي بلغت شدته 6.6 درجات في إزمير غرب تركيا أسفر عن وفاة 114 شخصاً. وجاء بعد زلزال تركيا الأخير زلزال المكسيك الذي خلف 10 ضحايا، على الرغم من أن قوته وصلت إلى 7.4 درجات بحسب مقياس ريختر. كما أشارت الإحصاءات إلى أن العديد من الدول شهدت زلازل بدرجات عالية لكنها لم تسفر عن أي ضحايا. فمثلاً روسيا شهدت زلزالاً بقوة 7.5 درجات، والولايات المتحدة الأمريكية شهدت زلزالاً بقوة 7.6 درجات، وإندونيسيا بقوة 6.8 درجات، وبالمثل تشيلي دون أن تؤدي إلى خسارة في الأرواح. ويشير مراقبون إلى أن كثرة سقوط ضحايا في الزلزال بتركيا رغم خفتها أو عدم سقوط أي ضحية في زلازل الدول الأخرى رغم شدتها تكشف الخلل والنقص في التخطيط العمراني ومتانة الإنشاءات والبنايات في تركيا. كما أن المعارضة تتهم الحكومة بسن قانون العفو عن المنازل والمنشآت المشيدة بصورة مخالفة للقانون والمعايير المطلوبة للاستفادة من أرباح قطاع العقارات، وتزعم أن هذا القانون لعب دوراً بارزاً في الخسائر البشرية والمادية جراء زلزال إزمير الأخير.